السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم معنا اليوم في هذا الفيديو الجديد. كما كتشوفوا اليوم عندنا غنفصلوا جلابة، جلابة في صالة مخزنية أو في صالة جبلية، بالكساف طايحين وبالشويشات، وفتاحي كذلك في الجناب. يعني تبعوا معايا حتى الآخر باش غادي نعرفوا كيفاش غنفصلوا هذه الجلابة في صالة مخزنية بالكتاف طايحين. كنشدوا الثوب، أول حاجة كنشدوا الثوب كنطويوه على جوج، كنطوي الثوب على جوج بحال هكا. الحاشيات هما هادو من قدامي، من جهتي يعني كنطوي الثوب على أربعة، كنطوي الثوب بحال هكا على أربعة. الثوب هذا الثوب ديال المليفة، كما تشوف كنطوي الثوب بحال هكا على أربعة. الحاشية هي هادي، كنخلي الحاشية تقريبا خارجة كاملة، هادي ما كنحسبوهاش في هاد الفصالة، كنخليوها خارجة على برا. كنقادو الثوب ديالنا بحال هكا. أول حاجة دابا غادي نعبرو الطول، الطول عندي متر وسبعة وثلاثين. كنخرج لتحت في الوغلي سبعة سنتيم أو ثمانية أو عشرة، أنا كنخلي سبعة سنتيم. كنطراسي على الطول هو هذا، وكنعبر الطول ديالي هو هذا. عندي متر وسبعة وثلاثين في الطول، متر وسبعة وثلاثين، كنسطر عليها. كنعبر، ملي عبرت دابا الطول غادي نعبر الكتاف. الكتاف عندي 42، 42 ديال الكتاف هي هادي 42. غادي نطراسي عليها تاهي بحال هكا، وغادي نجي لكم. لكم عندي 54، اذا 54 كنقسموها على 4، 54 كنقسموها على 4. شحال عطاتني؟ عطاتني 13 اونص، 13 اونص هي اللي غنزيدها في، غادي نزيدها في في الكتاف. هي هذيك الطيحه فين غادي تجيني طيحه دابا هنايا فين. دابا الكتاف عبرتهم يعني 42 هنا فين، وزدت هذيك الكم قسمته على 4، اذا جاتني 13 سنتيم ونص هي اللي غنزيدها في الطيحه ديال الكتاف. هي هذه غنسطر عليها هنا فين. كندوز نعبر التركيز، التركيز عندي 28 ديال التركيز هنا فين. وكنعبر مباشره الصدر، الصدر عندي 33، اذا غندير 34 ديال الصدر. هي هذه هنا فين، كنطراسي عليها. كنزيد نهبط الحزام، الحزام 31، اذا هذه في صاله مخزنيه ماشي جايه نيشان واحد، يعني في صاله مخزنيه وفي نفس الوقت يعني داخله شويه ايفازي من هنا، من باش ما تجيش عريضه بزاف. اذا غيجيو غير الكتاف طايحين، وغادي تجي بحال ايفازي شويه باش ما تجيش عريضه. يعني كما قلنا كاين الصدر عندنا 33، درنا 34، والحزام عندنا 31، غندير 32 دائما سنتيم ديال الخياطه كنزيدو. الحوض 34، غادي ندير 35 ديال الحوض. العبار ديالها راه الفصاره ديالها بحالها بحال الجلابه الاخرى ايفازي، الفرق اللي كاين هو في الكتاف، كيكونوا الكتاف عندها طايحين. كما كتشوفوا دابا عبرت الكتاف، عبرت التركيز، عبرت الحزام، الحوض. يعني غادي دابا نعبر غنطراسي هاد القطعه، غادي نجي عاد الحوض هنا فين، هادي النقطه ديال الحوض، وغنخرج هنا فين زيرو، غادي نطراسي عليها بحال هكا زيرو وتخرج. دابا غادي نطراسي الضربه ديال التقاريره او الضربه ديال الكتاف، يعني 8 سنتيم اللي عندنا في التقاريرة. وغادي نهبط نيشان واحد الضربة ديال التركيز هنا ديال الكتاف، غادي نطراسي عليها بحال هكا. باش تجيني الضربة مقادة، وغادي نقطع، نقطع الثوب، غنضرب الضربة ديال التقاريرة هنا فين، يعني 8 سنتيم باش كندخلو، اللي كتجي فيها الضربه ديال هنا التقاريره يعني 8 سنتيم. كنهبط نيشان واحد،
كنقطع الثوم يعني في الصالة ديالها راه ساهلة. كنهبط دابا من عند السدر، السدر هو هذا، كنهبط من عند السدر وكنجي لعند الحزام اللي غادي تبان لكم الضربة، ونخرج عند الحوض ونخرج الزائر والنافل. نشتو الضربة ديالها هادي لكم، يعني لكم فين غادي يجي لاصق هنا فين الضربة ديال هي هادي، لكم غادي يجي لاصق هنا، وهذا هنا راه الحزام الحوض تكمل على التقطيع ديالي. من بعد كنضرب الضربة ديال هنا فين ديال القب، تقريبا غتبقى فيها 16. دابا ندوز بقاو عندي هنا فين الكمام والقب، بقاو عندي الكمام والقب في هاد الضربة هادي. الكمام هما هادو غادي نخرجو، مغاديش نطوي التوب بحال هكا على ربعة كيما ضربت الكسدة، إلا طويتو بحال هكا راه مغاديش يقدني في في القب، ما غايشيلش ليا القب كما كتشوف في الطرف، يعني ما بقاش فيه الثوب بزاف. دان الطرف هنا بقات فيه 73، يعني 73 الا حيدنا منها لكم 54 ديالكم ناقص 13.5 اللي حيدنا من الكتاف، إذن غتبقى فيه 41 يعني خارج ديال القبة اللي فيه، ولكن ما غاديش انا بحال ما كان، غادي نقتصد شوية على التوب في حالة ما اللي كان مثلا التوب ناقص، يعني خصك تقشفو مع التوب باش يقدكم التوب، يعني نحاول ما نضيعوش، غادي نطوي غير النص ديال على قد اللي غادي يقدني في فيكم، غادي يبقى عندي هاد الطرف هذا هنا زي، نقدر نحتاجو نقدر ما احتاجوش. غادي نعبر كما قلنا 54 ديالكم ونقص من 13.5، نبقى 40 ولا 41. دابا غادي نعبروا راسكم 16 عندي في راسكم، اذا غندير 17 دائما سنتيم ديال الخياطه، وغنجيب هاد الضربه هادي ديال الضوفه ديال اللور، هي هادي هي اللي غنقطع عليها التركيز، غادي نحطها على التوب بحال ما هكا باش غنطراسي عليها التركيز. جاتني ناقصه غادي نزيد بها واحد شويه، نزيد معها شوية بحال هكا، اللي ما تنساوش تضغطوا على الزر، الناس اللي باقي ما اشتركوش معنا في القناة يشتركوا بالضغط على الزر الأحمر اللي كاين أسفل الفيديو، وفعلوا زر الجرس باش تبقاو توصلوا دائما بالجديد، يعني ما فعلتوش الزر ديال الجرس يعني ما كيوصلكمش الفيديو، يعني كتبقاو غير مشتركين ولكن الفيديو ما كيوصلكمش، هذاك الشيء علاش خاصكم تفعلوا الزر ديال الجرس باش كيوصلكم داك الاشعار ملي كيتلاح الفيديو، وضغطوا على زر لايك زر الاعجاب يعني هذا كيشجعنا باش نبقاو دائما نحطوا الجديد. من بعد ما تراسيت التركيز ولا عندي لكم دابا خصو غير يتقطع، غادي نهبط نيشان واحد يعني ماشي نيشان واحد تقريبا، راه كتدخل واحد التركيز تقريبا شي 6 سنتيم ولا 5 باش كيجي ميش واحد شويه، ما يجيش الضرب التركيز نيشان واحد. ونهبط راسكم هذا
راسكم هو اللي كنضربوا نيشان واحد باش ما يجيش مراجل. اما التركيز راه ضروري كيجي مايل واحد شويه كما كتشوف، كيجي مايل واحد شويه التركيز. دابا بقى لينا القب، القب هذا غادي نخرجوه من هنا منين، يعني كما قلنا هذه راه في صاله مخزنيه او جبليه، ولكن ماشي داك العرض اللي كتجي كالفوق كالتحت، يعني راه كتجي شويه ايفازي، كتجي مقافطه شويه ما كتجيش مخنشه. القب هو هذا، القب راه هنا في السطح غندير ليه 30 سنتيم وغنزيد 4 سنتيم على ديك 30 اللي عبرت في السطح هنا، غادي نزيد عليها، غنزيد عليها 2 سنتيم، غندير 32 بحال هكا باش كيجي زايد. ونقطع القب، القب ما غنخش بيه حتى الراس هنا فين كما كتشوف، ما غاديش نخرج بيه حتى الراس مقطع انا نخرج، غادي نخلي ليه قبل ما نخرج بواحد 3 سنتيم ولا 4، قبل ما نخرج 4 سنتيم، وغادي نحبس، وغنحبس وغنهبط عليها بحال هكا باش كيجيو عندي، باش كيجيو في القب هذوك الودنين. يعني كما كتشوفوا هاد الزياده هذه هي اللي كتجي من الداخل من هنا، ملي باش كيجي القب فيني ما كيبقى، ملي كيتقلب القب كيبقى يبان الثوب والخياطه كتجي من فوق منه. دابا سالينا الجلابه ديالنا الطريفه شاطو، يعني كوبو هذا فيه 32، خرج لينا جلابه في صاله مخزنيه، القرب الكمال وهادو الربوعه، الربوعه كما كتشوفوا هو هذا، هادو هما الكتاف. شتي جات شويه داخله ايفازي، الضربه ديالو جات شويه داخله ايفازي، يعني ما جاتش نيشان واحد، يعني كاين اللي كتخليها تجي هابطه كي الفوق كي التحت، كتهبط نيشان واحد من هنا لهني. هادي جينا داخلين فيها واحد شويه باش كتجي، باش كتجي مقابطه مع في اللبسه، وكتجي زوينه في اللبسه ديالها. كنتمنى ان شاء الله هاد الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش مره اخرى تضغطوا على زر الاعجاب، زر لايك واشتركوا معنا في القناه باش يوصلكم ان شاء الله كل ما هو جديد، وفعلوا داك زر الجرس. وشكرا لكم على المشاهده، وشكرا لكم على الاقتراحات ديالكم وانتقادات والتشجيع ديالكم كذلك، يعني يعني هذا كيزيد كيحفزنا. ما بقى لي الا نقول لكم تبقوا على خير، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.